السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في السوق خميس بالرحال بالمستاد اللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية، الخيرة والرجالية المغربية والناس والمدن الكبرى بالمملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، هيا رجال بنات ولاد اهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 27 شهر 10 2022، الخيرة تنور جميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان والحباب تاعنا في المكان. عيالة رجال وبنات ولاد وهاد الخيرات في القرى في البادية في المدن الصغرى والكبرى في المملكة المغربية، أهلا بكم في هاد الخيرات تاع تبارك الله. الله يحفظك. كنت تشوفوا هاد الخيرات تاع تشفت تنوروا المشاهدين السلام عليكم. شحال ساعدة شحال؟ شحال؟ 20 درهم. واللي بغى شفنجة؟ هاد الخيرات في الخميس بالرحال. ها؟ كاينة تاع 40 وتاع 50. تاني ما عندوش ياخذ توقيع كل شركة قادرة. هذه الشركة اللي كتعطي الفابور. مرحبا. هذا الخيرات في الخميس بالرحال. الحرب نقول. كل شيء. واخا مرحبا. انا بوزيدوني انا تبارك الله. الله يحفظكم. مرحبا. ياك. هيا تتهلاو فيهم بالشمس. انا كنطلبوا غير الا مرحبا بهم. الله يرضي عليك اودي يا سعيد. مرحبا بوزيدوني. يلا الله يسهل عليكم يا ناس. مرحبا. بشحال الخيرات؟ في خميس بالرحال. قريم ستاد. ونبغى شفنجة شحال؟ 30 درهم والملح. اللي ما عندوش ياكل. ما عليكمش يا سيدي. الشداد هنا يلا ردي عليكم. ها؟ ياكل ويخلص. قال لك ياكل ويخلص. هات الرجل. هذا توا صاحبنا هنايا في خميس بالرحال، صديق تاعنا ديما تيتصور عندنا في سطات السوق الاسبوعي في مدينه سطات، او الاربعاء ولا تسعيد تصور معنا، وفي تاع الخميس فيت تصور معنا هذا الرجل. هاد الخيرات تبارك الله. شحال تبيعوا الكيلو؟ 20 درهم. ونبغى واحدة شحال؟ 30. هاد الخيرات في خميس بالرحال. شحال؟ هذا تبقى لك هذا شي مناسبة يطيب، إما يبيع لك إما يطيب لك هذا الرجل. صاحبنا كاين التليفون تاعو على فيديوهات فري. مرحبا. ها تا سيدي وتم ضرب وديري السكينو بالفراك نيشان. ما عليكمش يا سيدي باش تتبعونا الحباب تاعنا من المشاهدين، الحباب تاعنا تصوروا عندنا مع مواليد شفنج والحقي والحباب تاعنا. هذا خصباتي هنا في خميس بالرحال. هاد الخيرات تبارك الله. بشحال تتعمروا البراد؟ شحال البراد تقريبا؟ اي اي وكاين صغر منه؟ هذا 140. هذا الخيرات في خميس بالرحال، خيرات تبارك الله والرواج. وكما تشوفوا معنا هاد قوي تي عمرو تي
هنايا اسواق الاسبوعيه في المملكه المغربيه. هاد الخيرات تنوريوها لجميع الاحباب تاعنا لمولفين اسواق الاسبوعيه في المملكه المغربيه، الجاليه المغربيه والناس مولين المدن الكبرى في المملكه المغربيه وكل الاحباب تاعنا في مكانو. اهلا بكم لاباس الله يحفظك الله يبارك فيك. هذا باقي طيب على العواد هنايا في اشنو اياك مرحبا انتم تاع العواد هذا الشيء باقي طبيعي تبارك الله هنايا في شفت شارع العواد كما تيقول هذا الرجل عبد الحاج الغليبي على حسابك مقرمل تبارك الله شفت مقرمل وجوج مقالي كما تشوفوا معاه. اييه مرحبا اييه شكرا قناة زيتوني مرجان قناة زيتوني مرجان اياك على حسابك واخا مرحبا اياك تبارك الله راك كنتي معنا كلكم كنتوا معنا هنايا كما تشوفوا في خميس برعان كما تشوفوا تيقول لكم بالعواد باش هادشي بالعواد تبارك الله بلدي بالعواد كما تشوفوا هاد الشفنج تيطيبوا هاد الناس بالعواد. نحيوا اي مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. هادو كما تشوفوا قال لنا الغليمي بالشفنج بلدي هادشي بالعواد مازال باقي في خميس بالرحال باش باقي بالعواد هالخير خاصك العصاياك مرحبا. هادو كلهم احباب تاعنا كما تشوفوا هاد الخيرات بشحال تتبيع واد الشمس 400 كيلو دواسك يشكو مساكين تبع الزيت راه غالي الزيت غالي تدرك تبيع في الشمس ولا في الزيت؟ نبيع في الشمس ها نعم الزيت غير حاجه تبارك الله 400 وبشحال شفنجه؟ شفنجه؟ شتا شفنج كبير هاد عندكم؟ كبير شتو؟ كبير وعندو كل حاجه وثمنها شحال هذيك الشفنجه الكبيره؟ جوج دراهم ونص تبارك الله كما تشوفوا معنا كاين شفنج كبير كما تشوفوا العشاق ديال هاد الشفنج يجيو من كازا يديو هاد الشفنج بلدي ياك تاع الحاج الغليمي مرحبا كما قال الزيراوي هاد الخيرات كما تشوفوا في خميس بالرحال كل مستعد هاد الخيرات تنوريوها جميع الاحباب تاعو كاين الشفنجه بشحال والشفنجه بشحال الشفنجه ما بقاش كاين 40 كاين 30 ماشي هو انا كيف بغينا وناخذ عاجبني الشفنجه الحاج غريب ياك اي شي حاجه ضخمه عاجبك مرحبا الحاج غريب يشرف هاد الراجل تياكل شفنج بدونياتي اياك سيدي واخا مرحبا الله يحفظك يلا سيدي الله يسهل عليكم الله يجيب لكم التيسير ناس ملاح وناس زينين هنايا في خميس من رحالة الخيرات تاع الشفنج هنايا جوج مقالي كما شفتوا معنا انت انتم معنا اليوم في قناه زيتون المرجان هادو اول خطره تصوروا في قناه زيتون المرجان هنا في خميس بالرحال حتى هما جوج مقالي هاد الخيرات بحال الغليمي كما داير الغليمي دايرين حتى هاد الناس هنايا في خميس بالرحال نحييو اي مشاهد قناه زيتون المرجان احباب تاعنا في المكان اهلا بكم اشهر الخيرات 20 درهم الكيلو 400 كيلو هاد الخيرات 2000 فرنك واللي بغا شفنجه شحال؟ كاين 40 كاين 30 كاين 10 ما عليكمش الله يرضي عليكم اهلا 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 بصديقنا مرحبا هاد الحباب كيفاش تيقول لك كاين 10 كاين حتى بلاش كاين الثمن مزيان هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون المرجان والحباب تاعنا داخل الوطن او خارج تبارك الله كما تشوفوا معنا
تاع الشفت في الخميس كل راح واخا واش يجي نجا خو دعم مرحبا